السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة سأتناول فيها موضوعا يتعلق بمادة الميكانيك، وخصوصا قانون نيوتن بالنسبة لمستوى الثانية بكالوريا. إذا كما لا يخفى عليكم، هذا الدرس فهو درس يأخذ الحصة الأسد من حيث النقط، ولهذا ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع دائما إن شاء الله في حصص مقبلة. سيكون اختياري لمواضيع أكثر أهمية إن شاء الله. إذا على كل، قبل أن أشرع في هذا التمرين، أوصي الطلبة بأن يهتموا طبيعة الحال بهذا القانون اللي هو قانون الثاني نيوتن، وما يتعلق به وما يهدف إليه، من خصوصا أن تلك أو تطبيق القانون نيوتن فهو يعطينا، يساعدنا على الإجابة عن الأسئلة التي يمكن أن تطرح، وبدون معرفته بطبيعة الحال لا يمكن أن تجيب عن هذه الأسئلة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كذلك بالنسبة كيف تطبق هذا القانون، كيف انه كومون ابليكي ست لوا لوا دو نيوتن، لانه خاصك تعرف كيفاش دير احداثيات ديال السرعه في معلم متعامد غاليلي. كذلك هذه الامور خاصك تعرف كيفاش تخدم بها. اذا غادي نحاول ان شاء الله غادي نقربوا المفهوم بطبيعه الحال بطريقه جد سهله حتى يفهم الجميع، ولكن سأتدرج في هذه الأمور وسأتحدث بعض الأحيان باللغة الفرنسية حتى يستفيد حتى الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية عفوا. إذن بالنسبة لهذا الموضوع هو نقرأ لكم: يريد مخرج سينمائي أن ينجز قفزة خطيرة لفيلم، فاعتمد في تصوير هذه اللقطة على رجل دمية لإنجاز القفزة، حيث يتوجب على هذا الأخير القفزة بسيارته إلى سطح بناية اللي هي هذه السطح الأفقي SE، مستعملا مقفزا أو مقفزا BOC المقفزا، هذا هو ذو المقفز يعني BO اللي عطاونا المعطيات ديالو. كتلة المجموعة السيارة والرجل دمية هي 100 كيلو. إذا نأخذ الجائكة، نذكر بأن سين دو ألفا إتيكال دو سين دو ألفا كوس دو ألفا، وندرس حركة مركز قصور المجموعة في المعلم الأرضي. إذا المرحلة الأولى هو القفز على السطح. عند اللحظة تي تساوي صفر، يغادر مركز قصور المجموعة المقفز بي أو سي عند اللحظة تي، فهو يغادر هذا من النقطة بسرعة بدئية تكون زاوية بيتا مع المحور او اكس. ندرس حركة المجموعة في معلم متعامد اللي هو الاصلي او اكس اي. اذا هذه الامور خاصك تفهمها مزيان، لانه كيفاش غادي نديروا الاحداثيات، لان ناخذ هنا هذا المعلم، هذا الاصل هنا، يعني ان السيارة عند اللحظة تي تساوي صفر تغادر هذه النقطة بسرعة تكون زاوية بيضاء مع المحور و اكس لتصل الى النقطة سي. ولكن كي تصل الى النقطة سي نريد ان يكون لا يكون هناك اصطدام. اذا سنكمل، نهمل احتكاكات مع الهواء. اذا السؤال الاول هو اوجد في المعلم ار المعادلات الزمنية للحركة اكس دو تي ايغريك دو تي، واستنتج معادلة المسار. هي دائما هذا السؤال فهو يطرح، خاصك تعرف كيفاش خاصك تجاوب عليه. ثم السؤال الثاني، لتفادي الاصطدام بين السيارة وسطح المنزل يجب أن يصل مركز قصور المجموعة إلى النقطة S بسرعة ماذا؟ أفقية. بين أن XS تساوي V0 أو كاري سينس دو دو بيتا سور دو جي، YS إيكالا V0 كاري سينس كاري دو بيتا سور دو جي. إذا سنشرع، إذا يمكن لك توقف الفيديو حتى تجيب عن هذه الأسئلة، ثم بعدها تقارن الأجوبة ديالك مع الأجوبة ديالي إن شاء الله. إذا على بركة الله. إذا تطبيق قانون نيوتن فهو مهم جدا كما قلت لكم، هو اللي غادي يساعدنا على إيجاد المعادلات الزمنية. إذا ماذا يقول هذا قانون نيوتن؟ يقول بأن مجموع القوى المطبقة على جسم أو على المجموعة يساوي ام ا هي التسارع. دونك لا سوم دي فورس اكزيرسي سور ان انسومبل بيان سور ان سيستيم بيان دوني ايغال ا ام ا سي لاكسيليراسيون. دونك اون فا بيان سور
donner la somme des forces, il faut trouver le bilan des forces, bien sûr, parce que le solide, lorsqu'il va quitter le point O, il n'est soumis qu'à son poids, puisqu'on a déjà les forces de frottement sont négligeables. Alors là, il reste seulement P égale à MA. دونك سأعيد هنا بالنسبة للطلبة الآخرين حتى يستفيد الجميع، لأن هذا الموضوع يريد أن أسأل ويريد أن أرغب أن يستفيد الجميع إن شاء الله. إذا قلت بأن مجموع، هذا هو القانون يطوع، مجموع القوى يساوي MA. إذا بما أن الجسم أو المجموعة تخضع فقط لوزنها، كون أن الاحتكاكات مهملة في الهواء، غتبقى عندنا P تساوي MA. إذا هذه المجموعة، هذه القوى المتجهات، خصنا نحاولوا كيفاش نلقاو الاحداثيات في هذا المعلم او اكس ايغريك. اذا الى خدينا تم الاسقاط على او اي، اذا بما تعلم بان بي فهي عموديه على او اي، وبالتالي احداثياتها غتكون تساوي الصفر. اش غادي يبقى؟ غادي يبقى عندنا ف واحد المساله اللي هي مهمه، غادي نقولوا بان اف واش عطاونا بعدا احتكاكات الهواء مهملة، ولكن هل الاحتكاكات الأخرى كذلك مهملة أو لا؟ قال لك فوالا، أوجد في المعلم المعادلة الزمنية X دو تي و Y دو تي. هنا خدينا بأن فقط P هي MA، وبالتالي سيكون لدينا P إيكال MA. إذن غتكون عندنا A X إيكال كوا؟ إيكال زيرو، بمعنى أن VX، بأن VX شناهي؟ لأن X هي دي دو في سوغ دي تي، يعني أن VX تساوي إن كونستون ثابتة، اللي هي ماذا؟ هي في زيرو، لأن إحداثيات السرعة هنا في المحور، خاصكم تكونوا عارفين إحداثيات في زيرو في المحور أو إكس إيكغيك هي ماذا؟ هي في زيرو إكس اللي هي في زيرو كوسينيس دو بيتا، وعلى المحور أو إيكغيك شنو هي؟ غتكون هي في زيرو سينيس دو بيتا. إذا هنا غتكون على بالنسبة لإكس غتعطينا هي في زيرو كوسينيس دو بيتا. دونك وبالتالي شنو هي في إكس؟ هي دي إكس سوغ دي تي، أي أن إلا بغيت إكس بزيادة الزمن غندير التكامل ديال في زيرو كوس دو بيتا، يعني شنو يعطيني هي في زيرو كوسينيس دو بيتا بلس ماذا؟ اكس زيرو. اكس زيرو شنو هو؟ هو الافصول عند اصل المعلم او عند اللحظة تي تساوي الصفر، لان اكس زيرو تساوي الصفر، وبالتالي اكس دو تي غتكون هي في زيرو كوسينيس دو بيتا. فوالا الجواب على السؤال الاول. دابا لدينا الاسقاط على او جي، اش غتكون عندنا؟ غتكون عندنا سوم دي فورس بي، كيفاش دايره بي؟ اذا بي ها هي شنو هي؟ بي هي جي، ام جي، بما ان جي نحو الاسفل فهي تاخذ اتجاه معاكس لجي، يعني ان غتكون عندنا ا ايغريك ايغال ا موان جي. فوالا، دونك شنو هي ا ايغريك؟ هي دي في دو ايغريك سوغ دي تي، يعني ان في ايغريك هي موان جي دو تي بلس ماذا؟ السرعة البدئية عند اللحظة تي تساوي الصفر، اللي هي ماذا؟ هي في زيرو سينيس دو بيتا، وبالتالي يمكن أن أستنتج إيكغيك دو تي هي موان زان دومي جي تي أو كاري بلس في زيرو سينيس دو بيتا فوا تي بلس إيكغيك زيرو تي تساوي إيكغيك تساوي الصفر. إذا هادو هما الأمور اللي هما خاص الإنسان، خاص الطالب ما يغلطش فيهم في يوم الإمتحان. إذا لقينا إكس دو تي ولقينا إيكغيك دو تي، ثم قال لك هنا استنتج معادلة المسار. إذا نعتبروا هذه المعادلة واحد وهذه المعادلة اثنان، من خلال المعادلة واحد يمكن أن نستنتج ماذا؟ لأن إكس إيكال في زيرو كوس دو بيتا، نسيت بأن خصنا نديرو في تي، عفوا هنا إكس دو تي هي في زيرو كوس دو بيتا فوا تي، لأن تندير التكامل ديال هذه الأمور هذه. دونك من خلال هذه دونك تي سي كوا؟ سي إكس ديفيزي باغ في زيرو كوسينيس دو بيتا، دونك هذه هي تي. دونك غنعوضها في المعادله جوج، دونك غتولي إيكغيك بدلاله إكس هذه المره هي موان زان دومي جي تي أو كاري، سي كوا؟ سي إكس أو كاري سوغ في زيرو كاري كوس كاري دو بيتا بلس في زيرو سينيس دو بيتا مضروبه فاش؟ في تي اللي هي إكس سوغ في زيرو كوسينيس دو بيتا.
بمعنى أن إيكغريك بدلالة إكس ما هي إلا موان جي سور دو في زيرو أو كاري كوس كاري دو بيتا إكس أو كاري بلوس إكس. دونك هنا غتبقى سين سور كوسين ماذا هي التونجونت دو بيتا. إذن هذه هي المعادلة ديالاش ديال المسار. السؤال الثاني دونك جو ريبيت je fais un petit résumé pour les étudiants de BIOF. Donc la chose essentielle dans cet exercice, c'est comment savoir déterminer ou bien traduire la loi de la seconde loi de Newton qui dit que la somme des forces est égale à m gamma. Donc il faut savoir projeter cette relation vectorielle sur l'axe OI et l'axe OJ. Donc voilà, vous avez la vitesse comme l'accélération égale à P et P elle est perpendiculaire à OI, c'est-à-dire que AX égale à 0. Dire que AX égale à 0, ça veut dire que la vitesse c'est une constante et cette constante n'est autre que la vitesse initiale à l'instant T égale à 0, c'est-à-dire à partir du départ de ce mobile au point O, c'est-à-dire c'est V0 cosinus de bêta. Alors, une fois on a déterminé X, il reste à déterminer Y. Donc, on fait la projection de l'axe de cette relation vectorielle sur OJ. On aura moins G égale à Y. On détermine VY et ensuite on détermine Y qui n'est autre que l'intégrale, bien sûr, de cette expression-là qui est la suivante. Alors, je passe à la seconde question. Donc, لتفادي الاصطدام بين السيارة وسطح المنزل يجب أن يصل مركز قصور المجموعة إلى النقطة S بسرعة أفقية. ما معنى هذا؟ يعني عندما يصل هذا الجسم إلى هذه النقطة S خاص تكون السرعة أفقية، بمعنى أنها تأخذ أن السرعة على المحور إي وغريك ستكون صفر، يعني أن السرعة هنا غتكون عندها إحداثية وحدة اللي هي سولون لاكس أو إكس، يعني أن إحداثية السرعة عند المحور إي وغريك غتكون تساوي صفر، مما يعني أن المعادلة اللي لقيناها ديال السرعة اللي هي في زيرو، دونك السرعة Donc voilà, V0 cos de bêta t plus x0, donc on a trouvé VY, c'est-à-dire que GTS, oui, c'est bien ça, GTS égale à V0 sinus de bêta. L'H, voilà, Y, VY, c'est quoi? C'est moins GT plus V0 sinus de bêta. Donc dire que VY égale à 0, ça veut dire que moins GT, quand j'appelle le temps, c'est le TS égal à V0 sin de bêta. Donc, j'en déduis, TS, c'est quoi? C'est V0 sin de bêta sur G. Alors là, بمجرد ما تلقى هذا le TS, غادي نحاول نعوض XS. Donc, X, voilà, XS, il y a V0 cosinus de bêta fois TS, c'est-à-dire fois V0 sin de bêta sur G, c'est-à-dire donc c'est V0 au carré, cos de bêta sinus de 2 bêta, c'est sinus de 2 bêta sur 2, donc c'est pour cette raison qu'on a trouvé l'expression XS, il y a V0 au carré sinus de 2 bêta sur 2G. Donc, YS. Donc, l'expression de YS, c'est quoi? C'est moins 1 demi GTS au carré, plus V0 sinus de bêta, fois TS. Donc je vais remplacer TS par son expression. Donc V0 au carré sinus au carré de bêta sur G plus V0 au carré sinus au carré de bêta sur G. Ça me donne V0 au carré sinus au carré de bêta sur 2G. التعبير ديال اكس اس و يغريك اس. الان غادي نمروا الجزء الثاني ديالو اللي هو على الشكل التالي. تتمه الاسئله 2 2 هنا قالك فوالا عبر عن النسبه يغريك اس على اكس اس بدلاله الزاويه بيتا. اذا هنا تيبقى غير مساله ديال تعويض. اذا عندنا يغريك اس غدير على إيكغيك إس على إكس إس، فوالا إيكغيك إس على إكس إس، اللي هي ماذا؟ هي في زيرو أو كاري سينيس أو كاري دو بيتا سور دو جي، فوا دو جي سور في زيرو أو كاري سينيس
de bêta. Donc, là, on va simplifier, bien sûr. V0, donc il y a sinus au carré de bêta et c'est 2 fois sinus de bêta cos de bêta, donc il reste sinus de bêta sur 2 cosinus de bêta. Donc c'est quoi? C'est 1 demi tangente de bêta. Ça veut dire que y, donc on aura ys sur xs égale à 1 demi tangente de bêta. Voilà l'expression de ys sur xs. Donc bien ou autrement, احسب قيمه الزاويه بيتا. Donc هنا خاصك تقلب على ys وتقلب على xs. اذا غنجيو الرسم ديالنا او الشكل ديالنا اللي عطاونا في الاول. اذا اشنا هي ys؟ فوالا s. اذا احداثيات ديال xs هي هذه النقطه هذه. دونك هذه xs هي من هنا لهنا. فوالا اللي هي ماذا؟ هي سي دي. دونك نقول لي بان اكس اس هي سي دي، والسي دي عطينا لينا هي 15 متر. فوالا. اذا ايكغيك اس سي كوا؟ هو احداثيات اس على محور او ايكغيك، يعني هي هذيك من هنا لهنا. فوالا. اذا هذه ايكغيك اس سي كوا؟ هي هذا كله اللي هو هذا ناقص هذا. ستادير كو ايكغيك اس سي كوا؟ سي اس دي ناقص او سي. دونك اس دي عطي لنا هما 10 و او سي هي 8، دونك سي 2 متر. وبالتالي ايكغيك اس سور اكس اس ني اوتر كو 2 سور 15، دونك سي 0.33. ستادير كو تونجونت دو بيتا اتيكال 2 فوا 0.133، ستادير 0.266، وبالتالي نستنتج بيتا ابوبري 15 دوغري. فوالا بيتا. الان من بعد هذا السؤال هذا قال لك بين ان قيمه السرعه الفي زيرو التي تغادر بها المجموعه المقفز بي او سي هي هذه، ثم تحقق ان قيمه السرعه في اس عند وصول المجموعه للنقطه اس هي هذه. اذا هذا السؤال هذا دائما يرتبط بالسؤال السابق، لانه عندنا اكس اس سي كوا دابغي ليكسبريسيون ديالها اللي لقيناها في الاول. فوالا اكس اس ها هي قدامنا. Donc xs c'est quoi? C'est v0 au carré sinus de 2 bêta sur 2g. De là, on va utiliser v0. Donc v0, donc il y a quoi? Il y a 2 fois xs sur g sur sinus de 2 bêta en racine. Donc je fais application numérique. Donc voilà, c'est 2 fois xs c'est 15 fois 9, 81. Sur sinus de 2 bêta sur sinus 30. Donc je trouve V0 c'est bien 24,3 mètres. Alors, بالنسبة ل VS, إذا هنا عندنا VS c'est quoi? إذا قلنا VS هي غتكون أفقية. ما معنى أفقية؟ وهذا هو الأمر اللي هو صعيب شوية، خاص الإنسان يكون بغى يكون يخرج. قلنا بأن باش لكي تصل في أمان، لكي لا تكون هناك اصطدام مع اس، خاص تكون واحد السرعة أفقية، يعني أن في دو اس ما هي إلا إحداثيات السرعة على المحور أو إكس اللي هي قلناها في الأول. هي ماذا؟ هي في زيرو كوسينيس دو بيتا. ستادير كو في اس في هذه الحالة راه هي في زيرو كوسينيس دو بيتا. دونك يسوفي دو فيغ لابليكاسيون نيميريك. دونك سي 24.3 كوس دو 15. دونك سي بيان 23.5 متر. دونك هذا هو الجواب على هذا السؤال. الان غادي نمشيو للسؤال الاخر، المرحله الثانيه. عندما تصل المجموعه الى الموضع اس هي بالسرعه في اس تتابع حركتها على سطح المنزل، ولايقاف حركته يستعمل المخرج السينمائي جهاز للتحكم مرتبط بالرجل الدميه، حيث يتم توقيف المحرك وضع دواسه الفرامل مباشره بعد نزول السياره على سطح البنايه. احتكاكات دائما هنا قال لك الناتجه عن الفرمله والتماس، فهي مكافئه لقوه ثابته اف افقيه منحها معاكس للمنحى. اذا هنا هناك احتكاك.
إذا بتطبيق قانون تاني نيوتن على المجموع، أعطي تعبير تسارع مركز قصور المجموعة بدلالة F و M واستنتج طبيعة حركة المجموعة. إذا ما هو الاختلاف بين السؤال الجزء الأول والجزء الثاني؟ هو أن في هذا الجزء هناك احتكاكات، بمعنى أنه عند تطبيق قانون نيوتن سوم دي فورس إيكال إم جاما، لا يجب أخذ بعين الاعتبار بأن هناك عندنا واحد القوة أخرى اللي هي ماذا؟ عندنا بي زائد ار، دونك ام ا. دونك إذا درت الإسقاط على او اي غتكون عندنا بي إسقاط ديالها صفر، غتبقى عندنا إسقاط ديال ار هي ناقص اف تساوي ماذا؟ ام ا. دونك وبالتالي ا اش غتكون عندنا هي ماذا؟ هي موان اف سوغ ام. تلاحظ بأنها سين كونستونت، إذا غنقولوا بأن هنا الحركة متغيرة بانتظام. نقدر نقول في هذه الحالة بأن بما أن ا و في سالبة، نقدر نقول بأنها متباطئة، ولكن ما عطاوش هذا السؤال. على كل حركة متغيرة بانتظام. الآن بعد ما هذا السؤال هذا قال لك هنا باعتبار لحظة وصول مركز قصور المجموعة إلى اس أصلا للتواريخ، وأن أصل المعلم غادي ناخذه هو اس اي، يعني غناخذ أصل المعلم هذه المرة غادي ناخذه هو هذا اس اي، ولا ناخذ أصل المعلم هو في هذه النقطة اس. إذا إلا خدينا أصل في هذه النقطة يعني أن اس اكس 0 إيكال أزيرو، وبالتالي باعتبارنا المهم اس اي التي ندرس فيها حركة حيث اكس 0 إيكال أزيرو. هذا الشيء قال أوجد في المعلم اس اي المعادلتين الزمنيتين اكس تي و في لحركة مركز قصور بدلالة F و M و T و V S. إذا دائما نفس السؤال، غير هنا التغيير، هناك أن هناك كاين واحد قوة احتكاك. إذا أش غادي نديرو في هذه الحالة؟ إذا غنديرو الإسقاط على S E، عندنا دائما هنا الإسقاط شنو هو؟ عندنا P ليس لها إسقاط في تساوي صفر، عندنا موال F إيكالا إم أ سور لاكس دي زيكس، بمعنى أن أكس هي ماذا؟ هي موان إف سور إم اللي هي دي في سور لاكس دي زيكس سور دي تي، بمعنى أن السرعة في إكس اللي هي في بدلالة الزمن غتكون هي التكامل ديال هذه اللي هي موان إف فوا تي بلوس ماذا؟ بلس السرعة البدئية في المعلم الجديد اللي هو الأصل ديالو هو S، يعني هي في S. إذا هذه هما الأسئلة تكون صعيبة شوية بعض الأحيان، هنا خاص الطالب يعرف أشنو باش يخدم، لأن هنا عندما وصل الجسم أو السيارة فهي وصلت إلى S بسرعة في S أفقية بطبيعة الحال. إذا حنا X دوك نلقاو هنا X دو تي هي ماذا؟ هي موان F سور M تي او كاري سور دو بلس في اس فوا تي بلس اكس 0 اكس 0 ايكال ازيرو. اذا بالنسبه لدرنا الاسقاط هذا هو القلبية على اكس دو تي بطبيعه الحال، ها هي اكس دو تي وها هي في دو تي، حنا دابا وجدناهم بجوج بطبيعه الحال. السؤال صافي هادشي اللي كاين، حدد القيمة الدنيا لاف ام لشدة القوى الاحتكاك التي تمكن السيارة من التوقف عند الموضع اي. اذا توقفت السياره عند الموضع اي ماذا يعني هذا؟ يعني ان السرعه هنا غتكون تساوي الصفر. اذا خاصنا عندنا هذه السياره ستكون اكس ماذا تساوي؟ هي اس اي اللي هي اكس اللي هي ماذا؟ هي موان اف سور ام تي سور دو ام تي او كاري بلس في اس تي. إذن عند الوصول إلى السيارة عند النقطة اي ستكون السرعة عند اي تساوي الصفر، بمعنى أن السرعة اللي هي ماذا؟ هي موان اف سور ام، هي موان اف سور ام تي عندما تصل إلى النقطة اي بلس في اس تساوي الصفر، بمعنى أن تي اي المدة اللي ستصرفها هي في اس ام سور اف. لقينا بعد أولا تي اي. إذن بالنسبة لنا احنا اكس عندما تصل تقطع المسافة اس اي غتكون هي ماذا؟ هي موان اف سور دو ام في تي او كاري، دونك هي في اس ام سور اف او كاري بلس في اس او كاري ام سور اف، لان غنضربو في اس فوا تي، دونك تي غتعطينا هاد النتيجه هادي. اذا وبالتالي يعني غنديرو اس لك هي ماذا؟ اف
مع اف غندير اختزالات غتبقى عندي هنا موان في اس او كاري ام سور دو اف بلس في اس او كاري ام سور اف اللي هي ماذا؟ هي في اس او كاري ام سور اف فوالا سور ان دومي دونك سي ان دومي تنظن سي ان دومي دونك في اس او كاري ام ان سور اف ان دومي دونك هي ان سور دو اف سي بيان سا. اذا يبقى غندير غير التطبيق على هذه. اشنو بغينا حنايا؟ بغينا اف ام يعني هاد شده الاحتكاك الدنيا هي اف ام اللي هي ماذا غنسميها هي ماذا؟ هي في اس او كاري ام سور ماذا؟ سور اس اي. دونك هنا خصنا نقسم على جوج دونك غندير غير تطبيق اس يكفي ان تقوم بتطبيق عددي لان في اس لقينا هي 23.5 متر بار سكوند ولقينا عندنا طبيعة الحال اس اي سي كوا سي 20 متر وعندنا ام سي 100 كيلو غرام. يكفي ان نقوم بطبيعة الحال هنا نسيت واحد القضية نسيتها ماشي 24 بار سكوند اعتذر لان السرعة تكون بالمتر بار سكوند دونك غير بعض الامور بعض خص دونك في اس كذلك متر بار سكوند. اذا اعتذر على هذا الخطا لان داركته الحمد لله في الوقت المناسب. اذا هذا هو كل ما في هذا الامر. اذا تلاحظوا بانه تمرين شامل ولكنه يكتنف بعض الصعوبات. خاص الطالب بطبيعه الحال خاصو يتمرن على هذه النوعيه من التمارين وخصوصا كيف التطبيق قانون نيوتن. إذن أشكركم على انتباهكم وأتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.